عليكم. مساء ياسمين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم حوار مع ياسمين. الحلقه النهارده مميزه مختلفه، هنكسر بيها جو حلقاتنا بتاعت المره اللي فاتت. الحلقه النهارده اكتشاف مواهب وصوت جميل معانا النهارده. تعالوا النهارده قبل ما اقول لكم الضيف اللي معانا مين، تعالوا نرحب النهارده بالاعلامي محمد احمد معانا في تقديم البرنامج. اهلا بيك يا محمد. اهلا بحضرتك. عامل ايه؟ منوره. اهلا بيكي. تسلم يا رب. تعالوا بقى نشوف الموهبه اللي معانا النهارده. معانا موهبه جميله وصوت مصري قوي وجميل، هتحبوه اول ما تسمعوه. معانا ومعاكم النهارده الموهبه الفنيه محمود عماره. اهلا بيك يا محمود. اهلا بيك يا حوده، عامل ايه؟ منور حلقتنا النهارده. قلت لنا محمود بقى انك الحلقه ديت بدايه هتبدا بدايه مميزه، وقلت لنا انك عامل لنا مفاجاه، فعايزين نعرف المفاجاه بقى. هي بدايه هنبدا الحلقه الاول ذكرى مدى الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، لانه النبي اسمها ذكرى. هذه المفاجاه ان شاء الله اعملها ونسمعها سوا باذن الله. يا ريت نسمعها بقى. النبي عند النبي. جميل بجد. صوتك جميل. يعني تحية مني ليك بجد، جميل جدا جدا جدا. عايز اسألك يا محمود سؤال. انت لما دخلت كلمتنا، احسن حاجة فيك انك مؤمن بنفسك ومؤمن بالموهبة اللي عندك ومصر انك توصل. عايزة اعرف انت عندك كام سنة ومنين وامتى بدأت تكتشف الموهبة ديت وامتى بدأت تنميها؟ انا محمود مرة من الشناوي، منطقة جنب طنطا. تمام. السن 22 سنة. ربنا يخليك. السن 22 سنة، رابعة جامعة ان شاء الله، السنة دي اخر سنة باذن الله. جامعة ايه؟ جامعة الزقازيق، كلية تكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق. ان شاء الله بالتوفيق يا رب. ربنا يخليك. طيب انا عايز اعرف انت امتى بدات تنمي الموهبه اللي عندك دي، وامتى بدات تعرفها، يعني تعرف انك صوتك حلو واللي حواليك وكده. والله يعني جيت من فتره بعيده وقريبه في نفس الوقت. جيت من فتره يعني هو سن اللي هو 18 سنه، يعني كنت لسه برضك كيس الوقت ده كده. واللي مشجعني على كده والدي، هو مشجعني على كده وما سيبنيش في اي حاجه بصراحه، ومعايا على طول يعني في اي حاجه. ان شاء الله. محمود انت قلت لي انك انت عملت اكتر من حفلات في دار الاوبرا، وقلت لي عملت اكتر من اغنيه بصوتك انت، فعايز اعرف انت بدات تاخد الخطوه دي امتى؟ والله الخطوه دي انا يعني اول ما خدتها قلت لازم ان انا اروح القاهره واشوف الدنيا. رحت القاهره، وحنان انا في بند اسمه فرانك كايرو، القائد بتاع الفند اسمه ياسر انو. ده اول من صراحه وقفنا على مسرح، شهاده لي يعني. عملت حفلات كتير جدا في الساقيه وفي الاوبرا، وان شاء الله عندي حفلات كتير برضو الجاي في خلال الايام اللي جايه ان شاء الله. توفيق. ربنا يخلي حضرتك. طيب يا محمود، ممكن تسمعنا ميكس بقى بين صوتك كده من الاغاني؟ تحت امرك. طيب. في ميكس كده نعمله لفنان تامر عاشور. تامر عاشور؟ قنبله النكد. مناديل يا جماعه. مناديل. مش حاجين. لازم نكد. التعدي بتجيبنا الايام وتودي على قد ما تاخد على قد ما تدي. هتعدي بتجيبنا الايام وتودي على قد ما تاخد على قد ما تدي. وانت للحب
تضغط على جرحي وعدي انا شايف بعينيا كل الاحزان هتعدي وهعدي بيك وبالروح حواليا هقدر هتضغط على جرحي وعدي انا شايف بعينيا كل الاحزان هتعدي كلموها عني من بعيد لبعيد عرفوها اني لسه بحبها وانا حد يقول لها بسأل عليها ازاي صبر بيها وعشان عندي امل فيها هنسى قلبي ما كملناش هي اختارت كده قالت ليها انا كان غلطة لما لقيتني ساعتها وحداني بخاف لو قلت وحشاني عيني تحني من تاني بالحب ده انا مفيش حد غير ملايكة انا بعدت في ورا الساعة علشان واسألها سؤال احساسنا زمان فين راح وفين راحت وعدنا واحلى كلام وايه بس استفدنا طلعنا بايه وبكام معقولة خلاص عشنا لا يوم وسلام كل يوم نتلاقى والأشواق مشتاقة والغرام في عيوننا وانتو لينا ولينا غرام مش لينا والحنين مالينا حتى الدمع في عينينا جوا عنا وقولي ذكريات كداب والأشواق كداب وناره ادي عذاب وادي مراره
بسر العشق ويجرحوا شوف كم واحد فينا اختار مش هنساك علشان خلتني عشان نارك وانت فايتني بعد الحب ده كله تقولي هو ده قلب وقراره. ايه جميل جميل محمود بجد صوتك جميل تحفه احسن اغاني صوتك جميل جدا جدا بسم الله ما شاء الله تحفه ابهرتنا بجد ورجعتنا ذكرياتنا بقى من غير موسيقى كمان بقول لك يا محمود عندي سؤال عايز بس اسالك سؤال إيه مفيش حد من اهلك في كده من الاهالي ناس ساعات يعني ما يكون شايفين حد عنده موهبه بيغني بيرسم في من الناس من الاهالي اللي هم يحبطوا الشاب اكيد في والله بس يعني اكيد في كتير جدا اللي هم عايزين يحبطوك عايزين انت مثلا شايفينك ناجح او شايفينك ماشي كويس في حياتك هم عايزين يأسوك بس الحمد لله ما برمى ظهر يعني مشغلش بالي يعني والدك ووالدتك متساهلين معاك جدا اكيد ووالدي شجع الموضوع دوت وهو اكتر واحد بيقف جنبي بصراحه ربنا يحفظه وغير يعني. دعوات الوالده طبعا دي طبعا اهم حاجه الوالده اهم حاجه الوالده ربنا يخلي عليك. طيب محمود كل الناس اللي سمعتك واصحابك واهلك وناس كتير بتقول ان انت عندك قدره ان انت تغني اي نوع لون من الوان الغنى عايزينك كده تسمعنا حاجه رومانسي حلوه كده مش تامر عاشور بقى عشان احنا لا كفايه بقى تامر عاشور كفايه انت احسن كفايه حزين بقى من اول يوم في لقانا خدني هواك عشت معاك احلى سنين عمري يا غالي بنى على طول ايه جوانا لما العين جت في العين ولا حسيت باللي جرالي بينا نعيش ده العمر ليلة ما تقوليش نستنى ليلة دي الأيام جنبك جميلة وعمري يا غالي لقيته نفسي أعيش ليلة ما كانت على بالي عرفت ان انا بحبها ازاي ربنا يعزك يا رب. طب انت ليك في الاغاني الشعبي؟ احنا عايزين بقى ننسى الاحزان دي بقى كفاية تامر عاشور انت عايزين بقى نسمع حاجة شعبي كده وتفرحنا شوية وتفرفشنا كفاية بقى حزن انا بحب احمد سعد جدا في اغنيه لاحمد سعد جديده اسمها بصره احمد سعد جميل اسمها ايه بصره لسه نازله قريب يعني لسه جديده لسه جديده نقدر نسمعها كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سمصر عيان بيشيل في بالي اي في ايه حصره محتاجين عمليات تجميل شفت اللي وتكبر مخ وزرع قلب وتسكتني يا ناس الدنيا سطر الناس يا ناس الدنيا سطر الناس يا ناس الدنيا سطر الناس من غير شرب ولا انفاس احنا كل بحلم طحينا بس ستر الله مغطينا على طول محشورنا لخيرنا في اللي ملناش فيه ومش فينا يا دنيا قربك ورايا الله ونزلينا ده الحال بينا بيشوف ايوه بقينا فينا وفينا يا ناس الدنيا سطر الناس يا ناس الدنيا سطر الناس يا ناس الدنيا سطر الناس من غير شرب ولا انفاس
بجد. برافو برافو برافو. بص يا محمود، في ناس كتير لما سمعت صوتك على البيتش اقترحت عليك ان انت تغني بعض الاغاني بصوتك. قالوا خمس اغاني المفروض عشان وقت البرنامج انت تختار اتنين منهم وتغنيهم، تمام؟ اول اغنيه ملطشه القلوب لمصطفى شوقي، تاني اغنيه ولا واحد ولا مية الحكيم، تالت اغنيه حسن شاكوش عود البطل، رابع اغنيه خطوه من مصطفى حجاج، خامس اغنيه انا وانت وبس الاصاله. تختار بقى اتنين او واحده؟ اختار اتنين. اختار واحده او اتنين كده. خلينا في خطوه. ماشي اوكي ماشي تمام. خطوه يا صاحبي الخطوه، خطوه امشي لو خطوه انت على القلب ليك سطوه، خطوه يا صاحبي الخطوه، خطوه امشي لو خطوه انت على القلب ليك سطوه، نظره من عينك الغمزه، غمزه من عينك الغمزه وانت. طيب مش مشكله خلاص. معاك. طب انت بتحب انه نوع من انواع الاغاني؟ هو انا مايل للرومانتك شويه. مش معنى يعني. هو يعني بحب احساس. طيب ماشي يا محمود. طب عايزه اعرف، انا دايما بشوف في الاهالي المصريه زي ما محمد قال، الاب والام بالذات، يعني انت هتطلع مطرب الناس يقولوا عليك ايه، ما تطلع ظابط ولا دكتور مش عارفه ايه. ما بتلاقيش الحته دي في اهلك؟ لا الصراحه لا. هما يعني اللي انت شايفه كويس فيه ينجح فيه هو اختار. ما حدش يوقفني في حاجه ولا حد يقتنع باي حاجه. هو شوف الطريق النجاح اللي انت ماشي فيه وشافه صح بالنسبه ليك فمش. وبعدين مفيش اي ابو وام في الدنيا يتمنى لابنهم غير الخير او حاجه كويسه هو بيحبها بس. طب كل الدعم ليهم ليك. والله اصل في ناس يعني في اهالي بيحبطوا مثلا الشاب لما يكون مثلا شايفين عنده اللي هو موهبه، يقول لك لا انا عايز ابني يبقى مهندس يبقى ظابط كده. في كتير. طب عايز اعرف يا محمود، انت ايه البلان اللي انت تمشي عليها بعد كده، او ايه الخطط اللي انت مرتب لها في حياتك بعد كده؟ في مشوار الفني او مشوار. ايوه مشوارك الفني. هو في حاجات كتير ان شاء الله جايه خلال الفتره اللي جايه دي بعملها ان شاء الله، وفي اغاني بعملها وحاجات كتير بتعمل كويس ان شاء الله، وباذن الله في خير جاي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب يا محمود انا بشكرك جدا جدا جدا، وبجد انت نورتنا في البرنامج. فعلا انت نورتنا وانا استمتعت بيك جدا جدا. عايزين بقى اغنيه كده نختم بيها على ذوقك. عايز بقى اغنيه حلوه بس يا ريت ما تكونش حزينه، يعني عايز اغنيه كده. ممكن نغني حاجه قديمه؟ طيب ماشي يا ريت. ماشي تمام. هتسمعنا حاجه لمين الاول؟ يا ريت يكون اللي في بالي. محمد عبد الوهاب. تمام حلو قوي. جميل جميل. خلاص انا قلت حاجه على عبد الحليم بس انت قلت محمد عبد الوهاب. مفيش مشكله. انا لك لعب حليم عادي. خلاص لا اللي انت عايزه اللي انت محضر. والله الجو كله سكون.
شكرا بجد يا محمود، انت نورتنا جدا جدا في البرنامج، وشرفت انت والاستاذ محمد. تسلم يا رب، وانا استمتعت بيك جدا، وانا بتمنى لك مستقبل كويس على المستوى الفني، وحياه سعيده على المستوى الشخصي، وربنا يا رب يوفقك في حياتك وتكون بدايه كويسه جدا ليك. نشوفك حاجه كبيره بامر الله، وتنورنا كتير جدا في البرنامج، وشكرا جدا ليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.